السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. ملتقى إقليمي في العاصمة نواكشوط يبحث تمويل المشاريع المائية بمشاركة خبراء في المياه والتغيرات المناخية. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يدعو إلى تحقيق طموحات مناضلي الحزب في الشفافية والديمقراطية. جدل بين المعارضة والموالاة في موريتانيا بشأن مراقبة الانتخابات، والمنتدى يتهم النظام بالتمادي فيما سماها الأحادية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتضنت العاصمة نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي خاص بتمويل المشاريع المائية بمشاركة خبراء في مجال المياه والتغيرات المناخية. ويبحث المشاركون في الملتقى على مدى يومين تحديات المياه في البلدان المشاركة وآليات مواجهة ذلك انطلاقا من الخطط والاستراتيجيات لدى هذه الدول. التفاصيل في هذا التقرير. دول مغاربية وإفريقية تبحث في ملتقى إقليمي بنواكشوط التحديات التي تواجه مشاريع المياه في بلدانهم. الفرص في مناطق تشكل المياه أكبر عائق أمام تحقيق أهداف تنمية المساهمة فيها على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة المغاربية. يسعى الملتقى الإقليمي حول تأقلم المشاريع المائية إلى نقاش مواضيع مختلفة وتبادل الخبرات بشأن الكوارث البيئية والتغيرات المناخية، وما يستدعي في نظر المشاركين هنا استراتيجية محكمة إزاءه. إن ندوتنا العلمية هذه تهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات المائية والمحافظة عليها وتطويرها في إطار ما يعرفه العالم من تغيرات مناخية وبيئية من جهة، واكتشاف أفضل السبل للحصول على التمويلات المالية واستغلالها الاستغلال الأمثل. وتعد ظاهرة تصحر والتأثيرات سلبية للتغيرات المناخية وشح المياه عوائق يرى مشاركون أنها تعيق تنمية المستدامة، آملين الخروج بنتائج وتوصيات لتطوير التعاون المغاربي وتنفيذ مشاريع زراعية تنعكس على دول المنطقة. إن هذا المؤتمر سيشكل بلا شك فرصة لتطوير التعاون المغاربي والدولي بمشاركة هذه النخبة من الخبراء والفاعلين في قطاع المياه، والذي سيسمح لنا بتبادل وجهات النظر حول السياسات الممنهجة في هذا المجال وتدليل العراقيل التي تحول دون تنفيذ الاستثمارات في قطاع الزراعة، آملين الخروج بنتائج طموحة. وقد استعرض وزير المياه والصرف الصحي في موريتانيا استراتيجية البلاد التنموية والسياسات التي قال إن الحكومة انتهجتها في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة شاملة بشأن احتياجات المواطنين في مجال خدمات الماء في أفق 2030. قامت وزارة المياه والصرف الصحي في الفترة ما بين 2015 و2016 بإحصاء جميع أنظمة التزود بالماء الشرب وتجهيزات الصرف الصحي لمعرفة الوضعية الراهنة من أجل إعداد استراتيجية وطنية تمكن من تحديد آجال ومخطط نفاذ القرى والمراكز الريفية بالبلاد إلى خدمات الماء. وتقول تقارير أممية إن المنطقة العربية تواجه تحديات مختلفة تتعلق بالمياه بسبب النمو السكاني والمطالب المتزايدة المتعلقة بالأمن الغذائي بفعل تغير المناخ، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالبنى التحتية المائية بفعل الحروب والنزاعات الإقليمية. وحذرت التقارير الأممية من تزايد عمليات استخراج المياه الجوفية واحتمال نشوب حروب وصراعات عنوانها المصادر المائية. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال الدورة 23 لمجلس إدارة مرصد الساحل والصحراء، تبحث المصادقة على استراتيجية 2020 والتحضير لاستراتيجية 2030. ويبحث المشاركون في أعمال الدورة على مدى يومين آليات مكافحة التصحر
والتغيرات المناخية باعتبارهما تحديين يواجهان معظم الدول الأعضاء بمرصد الساحل والصحراء الذي يوجد مقره بتونس. هذه اليوم الاجتماع هو عبارة عن الدورة 23 العادية لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل. مرصد الصحراء والساحل هو عبارة عن منظمة حكومية دولية فيها 30 بلد، 23 بلد إفريقي، وفيها 7 بلدان من الشمال، بلدان مانحة، منظمة قرب تونس، موريتانيا دولة عضو وأيضا دولة مؤسسة. هذه الدورة هي دورة سنوية للعام تنعقد في موريتانيا، موريتانيا طبعا هي جزء من مجلس الإدارة. وهذه الدورة 2018 تستمر يومين، تنعقد تحت رئاسة سيد وزير الغابات المغربي وهو الرئيس الدوري للمجلس. ستعمل تعكف على مجموعة من النقاط في جدول الأعمال، من أهمها مصادقة على تقييم استراتيجية 2020 أو 2020 لمرصد الصحراء والساحل، وبالإضافة إلى بعض الأمور ذات الطابع المالي والإداري المرتبطة بعمل هذه المنظمة. طبيعة الحال هذه الدورة يعني هناك مؤشرات على أنها دورة ناجحة فيما يتعلق بالمشاركة، فيما يتعلق أيضا بالتنظيم. في ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة مرصد الساحل والصحراء المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمملكة المغربية عبد العظيم الحافي إن هناك دراسات شاملة ينتظر أن تمكن من إنشاء مشاريع قابلة للتمويل لمواجهة التحديات الماثلة أمام الدول الأعضاء بمجلس إدارة المرصد. كنظن على أن هذا كيشكل خارطة الطريق، فيها أهداف، فيها مشاريع. وحاليا بالنسبة لهذه الدورة ديال مرصد الساحل والصحراء، نتوفر على دراسات عميقة وشاملة جامعة التي تمكننا من وضع يعني كل النماذج بالنسبة لإنشاء هذه المشاريع، حتى نكون يعني في المقدمة بالنسبة لتوظيف الأموال، خاصة بالنسبة للصندوق الأخضر الذي أنشأ في قمة باريس في كوب 21، واللي غادي توفر ابتداء من 2020 على 100 مليار دولار سنويا. يجب أن تكون الدول الإفريقية يعني فلها السبق بإنشاء مشاريع قابلة للتمويل، وهذه ما بين المهام الرئيسية بالنسبة لمرصد الساحل والصحراء. إذن فلنا تجارب مشتركة، فحسب الدورات وحسب النقاشات ما بين كل هذه الدول، نظن على أن لنا كل الإمكانيات باش نكونوا في مقدمة هذه المشاريع ديال التنمية المستدامة على الصعيد القارة الإفريقية. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيد محمد والمحام إن أي حزب لا يستطيع فرض العدالة والشفافية لا يمكن أن يحقق ذلك للآخرين، داعيا إلى تحقيق ما يطمح إليه مناضلو الحزب من الشفافية. وأشاد والمحام خلال تكريم الحزب للقائمين على عملية الانتساب التي اختتمت مؤخرا، أشاد بدور مناضلي الحزب في العملية التي قال إنها سيكون لها ما بعدها. الحزب ما يقد يفرض العدالة ويفرض الشفافية داخله ما طامع فيه مدى أخرى أنه يحكمها بها، وبالتالي مهم أنكم توقفوا على مسافة واحدة بين كافة الاتحاديين وبين كافة مناضلي الحزب، وتحققوا لهم ذاك اللي يطمحوا لهم من الشفافية، وتعودوا أنتم هم قضاة والحكم في ذي العملية اللي هي، وبالتالي يلا تعودوا محكمين نزهاء، ويلا تعودوا ذاك اللي يتعدلوا تعرفون انكم عدلين وعن وعي وعن ضمير، ولا هو دون ذا اللي واحده فيه الناس الاخرى كامله به، لتحقيق الشفافيه، تحقيق العداله، تحقيق الديمقراطيه بين مناضلي نفس الحزب. هذا عمل هائل زاد هو وكبير، ولكم الشرف انه يتم على ايديكم، ومنكم قد يعدل منه شيء لا يبخلوا به، اللي كلكم لا يكتب تاريخه السياسي والحزبي بالعمليه اللي هي، وبالتالي لها ما بعدها. منكم انصف ومنكم كان شفاف وكان عادل وكان على مسافه واحده بين المتنافسين، ذاك سطر الدور تنكتب في تاريخه السياسي، والدور تبقى له فم وفي نضاله الحزبي، يعود لبنه مهمه يبني عليها عقب ذا، ويضيف ذاك اللي فات عدل ويبني عليها ذاك اللي ما زال لا يعدل. وقال والمحام إن العودة إلى ما كان بحيث يتم التدخل في التنافس داخل الحزب ستكون العملية الديمقراطية ضحيته،
مؤكدا السعي الى منح الاتحاديين نفسا يجعلهم يواصلون الاستمرار في الاندفاع خلال السنوات القادمة، وهما لا يمكن ان يتحقق الا اذا وجدوا انفسهم في العملية على حد تعبيره. ومنين تعود ولاهين تعاونا رجعوا نفس الوتيره الجايه من عندها، وان التنافس تنبض فيه الاخلاقات، وان الضحيه هي العمليه الديمقراطيه في الحزب، ونحن العمليه اللي هي اراده الرئيس منها وارادتنا كاملين منها ان تحقق الديمقراطيه داخل الحزب وتعطي الاتحاديين نفس لا يمشوا به باندفاع اكثر خلال السنوات الجايه، ولا يعودوا للبرنامج برنامجهم عن قناعه ما هم مفرصين عليه، ولاك لا يخلق الاملين يشوفوا ذواتهم كاملين في العمليه اللي هي على مستوى النصوص وعلى مستوى الاليات. انقبض ذاك اللي قد يقبض، واللجنه اللي هي النصوص وراجعت وانضبطت، والاليات انقبض منها الشيء ما قد انقبض وغير مسبوق. الباقي على يديكم انتم، ما فهم حد بخل شيء، ومتاكد ان عمليه الانتساب ما بخلتوا فيها شيء، يقير الباقي على يديكم انتم. ونطمح ان تعود عندنا الصبح هيئات قاعديه وهيئات وطنيه منين يشوفوها، ومستوى رضا الناس عنها يذكرنا بكل واحد منكم وكل واحدة منكم. قال وزير التشغيل والتكوين المهني عضو اللجنة المكلفة بتشخيص واقع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئته سيدنا علي والمحمد خونة، إن الشباب والنساء سيمثل كل منهما بنسبة 20% داخل كل واحدة. وأضاف والمحمد خونة في كلمة له على خلال تكريم القائمين على عملية الانتساب بالحزب الحاكم أن مكتب الحزب سيضم بالإضافة إلى الرئيس 3 أمناء مكلفين بمهام مختلفة، وممثلين أحدهما عن الشباب والآخر عن النساء. تشكيلة المكتب اللي هو رئيس، أمين مكلف بالتوجيه السياسي، أمين مكلف بالترقية، أمين مكلف بالتنظيم، ممثل الشباب وممثلة النساء. راهو ممثل الشباب وممثل النساء لابد من يؤكد على ان هذه الوحدة على ان فيها 20% حسب من الشباب اللي يعود عندها الحق في مكتبها ان يعود فيه ممثل الشباب. ونفس الشيء بالنسبة للنساء 20% لابد من هاي كل وحدة تعود فيها 20%، يا غير حسب الإحصاءات اللي عندنا ولله الحمد خلاف بارد على أن كل وحدة لها يعود فيها نسبة للشباب ونسبة للنساء معتبرة ولله الحمد. إذن هذه الأعضاء الأربعة الأولى من المكتب لا يخلق عليها اقتراع، يقير هون الاقتراع لا يعدل لا بالأغلبية في الوحدة، الاقتراعات كاملة لا بالأغلبية. قالت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود عضو اللجنة المكلفة بتشخيص واقع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وتفعيل هيئاته إن عدد المسجلين بالحزب وصل 1,135,000 مسجل. وأضافت بنت مولود أنه تم رفض 16,000 مسجل، بعضهم سجل مرتين أو لا يبلغ السن المسموح بها، مشيرة إلى أن نسبة النساء في عدد المسجلين وصلت 57%. المرحلة الأولى هاي العملية اللي عدلنا اللي فوتنا فيها 14 يوم تقريبا، جات منها 1,135,000 مسجل. هذه 1,135,000 مسجل ما رتفض منها ما هي 16,000 اللي هي 1.4%. هاي 16,000 رتفضت علاش؟ لأنه حد يعود مسجل مرتين، ولا حد يعود سنه القانوني ما هو سامح له يسجل اللي هي 18 سنة. هذا هو اللي ارتفد منها. معنا بقى عدد المسجلين 1,118,451. هذا هو عدد لي زاديرو، معناها انها ما فيها دوبلون ولا فيها حد اقل من 18 سنه، ما فيها ما هو حد جاب كاردونديتو هو وسجل وقال انه يدور يأدري ويعود في الحزب. هذه 1,118,000 فيها 44%، وهذا نجاوب على معالي الوزير قبيله اللي قال لكم معطيات الشباب هي فيها 44% لا شباب. هي في 44% قال من 35 سنة. ونزيد عليكم رواية أخرى مالي في أكثر من 57% لا عليات. في نص الشباب وفي هناك الأخرى اللي قال الشباب. معناها هاي المعطيات بعد إحصائيات، معناها جاية من هاي قاعدة البيانات الموجودة.
يثير موضوع مراقبة الانتخابات القادمة في موريتانيا جدلا بين المعارضة والموالاة، ففيما تدعو المعارضة إلى ضرورة مراقبة الانتخابات من طرف مراقبين خارجيين، تؤكد الموالاة أن لا ضرورة لمراقبين دوليين. وقد وصف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رفض مراقبة الانتخابات من طرف مراقبين خارجيين بالتمادي في اختطاف العملية الانتخابية. نتابع. جدل جديد بين الطرفين المعارض والموالي في موريتانيا بشأن الانتخابات القادمة. عنوانه الأبرز هذه المرة هو مراقبة العملية الانتخابية من طرف مراقبين دوليين. مراقبة يتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة السلطات الموريتانية برفضها، ويعتبرها في بيان صادر عنه تماد فيما وصفه اختطاف الانتخابات والعزم على تنظيمها بطريقة أحادية. واعتبر المنتدى الذي أعلن قبل أيام قراره المشاركة في الانتخابات أن اللجنة التي شكلت للإشراف على الانتخابات مخالفة للقانون وفاقدة للمصداقية، حيث يعتبر أن عدم إشراكه فيها وهي المنبثقة عن حوار سياسي كان قد قاطعه يجعلها أحادية ولا تمثل إلا طرفا واحدا. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين للشيخ قد أكد في تصريح له قبل أيام أن اللجنة الانتخابية تستجيب للشروط المحددة في القانون، وأن من غير المنطقي أن يساهم في تشكيلها طيف سياسي قاطع الحوار ولا يعترف بنتائجه. ويعتبر إشراك المنتدى في تشكيل اللجنة الانتخابية إحدى النقاط التي كانت مدرجة على مشروع الاتفاق السياسي الذي كان ينتظر أن يكون متوجاً للحوار السياسي بين الطرفين الموالي والمعارض قبل أن يتوقف المسار ويتدافع الطرفان المسؤولية إزاء تسريب مشروع الوثيقة. وفيما يخص مسألة المراقبين الدوليين، كان رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد المحم قد أكد أن السلطات لن تدعوهم بحكم ما وصفها الثقة القوية في النظام الانتخابي للبلاد. وأضافه المحم في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر أن المراقبين الدوليين لن يمنعوا في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف، وأن موريتانيا لن تصرف على وجودهم من مال الشعب لأنه لا ضرورة لوجودهم أصلا، معتبرا أن ذلك هو الموقف الدائم للرئيس منهم. إلى الشأن الإقليمي، حيث أعلنت السلطات المالية عن فتح تحقيق بشأن آلاف المعلمين المهميين المسجلين رسميا لدى وزارة التعليم ولا وجود لهم في الواقع. وحسب الوزارة فإن آلاف المعلمين توفي بعضهم ولا يزال يتلقى رواتب رسمية، كما أن بعضهم مسجل أكثر من مرة، وذات الأمر ينطبق على الطلاب الممنوحين وعلى أعداد المدارس المسجلة رسميا. التفاصيل في التقرير التالي. السلطات المالية تفتح تحقيقا في اكتشاف 10,000 معلم وهمي من أصل 16,000 هم عدد المعلمين المسجلين لدى وزارة التعليم في البلاد. وحسب وزارة التعليم المالية فإن التحقيق مكن من الاطلاع على أنه من أصل 5,000 مدرسة مسجلة تم الاطلاع فقط على وجود 1,700 مدرسة. وتقول الوزارة إن من وصفتهم بالمعلمين الوهميين بعضهم توفي ولا تزال رواتبه تدفع بشكل شهري، فيما توجد أسماء متكررة لبعض آخر ويتلقى أصحابها رواتب مضاعفة وبمستوى أقل. تم العثور كذلك على طلاب وهميين لم يعودوا يدرسون ولا تزال أسماءهم وملفاتهم موجودة كطلاب في الوقت الحاضر، إضافة إلى تكرار تسجيل أسماء آخرين بمدارس عدة. وتقدم الدولة المالية منحا لهؤلاء التلاميذ تقدم لمدارسهم على أساس أنها ستوزع عليهم. وتقول وزارة التعليم في تقرير لها إن ميزانية الدولة خسرت 41 مليار فرنك إفريقي على هؤلاء المعلمين والتلاميذ الوهميين والمدارس الوهمية. وتؤكد السلطات المالية أن التحقيقات لا تزال جارية وسيتم بناء على نتائجها تحديد المسؤولين عما حصل. وكان تقرير صادر عام 2017 عن المنظمة البريطانية أنقذ الأطفال قد صنف مالي ضمن الدول الخمس في العالم التي يعتبر الأطفال فيها أكثر تهديداً.
وأوضح التقرير أن 248 مدرسة تم إغلاقها أو هدمها في مالي من طرف الجماعات المسلحة أو بسبب تهديدها، مقابل 111 مدرسة كانت قد أغلقت أبوابها عام 2016. فيما أوضح تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن نحو 80,000 طفل مالي باتوا خارج حجرات الدرس بوسط مالي. مغاربياً، أعلنت تونس عن فتح خط بحري مع 3 دول غرب إفريقية هي السنغال وغانا وساحل العاج، كما عبرت على لسان وزير التجارة عمر الباهي عن الاستعداد للانضمام للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا. وأكد عمر الباهي خلال ملتقى اقتصادي أفريقي بتونس أن بلاده تسعى إلى إطلاق خطوط جوية بينها وغينا كوناكري وكوتونو. التفاصيل في هذا التقرير. وزير التجارة التونسي عمر الباهي يعلن رسميا عن فتح تونس خطا بحريا مع دول غرب أفريقية واستعدادها للانضمام للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. جاء إعلان الباهي في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أعمال الملتقى الاقتصادي الإفريقي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 من شهر إبريل الجاري. وأكد الباهي أن الخط البحري سينطلق في 4 يونيو من السنة الحالية وسيربط البلاد بثلاث دول غرب إفريقية هي السنغال وغانا وساحل العاج. من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة التونسي أن بلاده بصدد الانضمام إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا خلال الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء فيها والمرتقب انعقاده يونيو المقبل. ولم يقف حديث الوزير التونسي على المستقبل القريب للعلاقات الاقتصادية التونسية بغرب وجنوب وشرق إفريقيا، بل تجاوز ذلك إلى الحديث عن إطلاق خطوط جوية بين تونس العاصمة والعاصمة الغينية كوناكري وكوتونو عاصمة بنه، وهو ما أوصل الخطوط المباشرة بين تونس والعواصم الإفريقية إلى أزيد من 10. وتحدث الوزير عن نية بلاده فتح خطوط جديدة خلال السنة الحالية مع دول وسط إفريقيا بالإضافة إلى السودان، وسعيها في سبيل توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول الإفريقية لتسهيل تنقل الأشخاص. وتجري أعمال المنتدى الاقتصادي الإفريقي بحضور 800 مشارك من 35 دولة إفريقية بينهم وزراء تجارة ورؤساء مجموعات اقتصادية وفاعلون من القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التجارة بين تونس وإفريقيا، وسيتطرق لمواضيع البناء والأشغال والصحة وصناعة الأدوية والتعليم والفلاحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا. دعا البرلمان الأوروبي في قرار صادر عن لجنة شؤونه الخارجية إلى تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، كما طالب بحماية المهاجرين واللاجئين. وحث البرلمان الأوروبي الليبيين على قيادة عملية الاستقرار وإقرار الشكل المستقبلي للبلاد وتكريس أموال الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في المشاريع التي تساعد الشعب والمجتمع المدني. نتابع. قال البرلمان الأوروبي إن الإطار الممكن الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هي خطط الأمم المتحدة الحالية. ودعا البرلمان الأوروبي في قرار اعتمدته لجنة الشؤون الخارجية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام 2018، مطالبا في الوقت نفسه بحماية المهاجرين واللاجئين بشكل أفضل. وقال البرلمان الأوروبي في القرار الذي قدمه النائب الاشتراكي الإيطالي بيير أنتونيو بانيري إن ليبيا بحاجة إلى حكومة ذات توافق وطني واسع، في التوصية التي تم تمريرها بأغلبية 45 صوتا دون معارضة أي نائب مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت. دعا أعضاء البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي ودائرة الخدمة الخارجية إلى ضمان أقوى لدعم خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، وهو حاليا الإطار الممكن الوحيد لحل الأزمة، وإلى التأكد من الاتفاق على ترتيب انتقالي قبل الانتخابات لتعزيز شرعية الحكومة الجديدة، ودعم عقد مؤتمر وطني داخل ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الليبية على خطوات محددة لإكمال عملية الانتقال.
وشدد النواب الأوروبيون على أن الليبيين يقودون عملية الاستقرار ويقررون الشكل المستقبلي لولايتهم وتكريس أموال الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في المشاريع التي تساعد الشعب الليبي والمجتمع المدني وضرورة تعطيل نموذج العمل للمهربين. وطالب البرلمانيون من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ودائرة العمل الخارجي تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتعطيل نموذج الأعمال الخاصة بالمهربين. وحسب ما تم تداوله فقد ناقش الاتحاد الأوروبي صورة واقعية عن الوضع في ليبيا ترتب عليها اقتراح معالم المساري الذي يجب أن يدعمه المجتمع الدولي لمحاولة الخروج من الأزمة، ودعت النقاشات إلى إعادة الأعمار في ليبيا في إطار استراتيجية إقليمية أوسع لمعالجة العديد من المشاكل مثل نزع سلاح الميليشيات والهجرة وانتهاكات حقوق الإنسان حتى لا تشكل منطلقا وملاذا لما يعكر الأمن الإقليمي والعالمي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل ونهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها ملتقى إقليمي في العاصمة نواكشوط يبحث تمويل المشاريع المائية بمشاركة خبراء في المياه والتغيرات المناخية. رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يدعو إلى تحقيق طموحات مناضلي الحزب في الشفافية والديمقراطية. جدل بين المعارضة والموالاة في موريتانيا بشأن مراقبة الانتخابات، والمنتدى يتهم النظام بالتمادي فيما سماها الأحادي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.